حقيقة وفاة الفنان العراقي إحسان دعدوشة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدة وسط حزن كبير من أسرته. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا يفيد بوفاة الفنان العراقي إحسان دعدوشة في إحدى المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدة. وبالبحث عن حقيقة وفاة الفنان العراقي إحسان دعدوشة تبين أن الأمر مجرد شائعة، خاصة أنه لم يصدر أي تصريح رسمي سواء من الجهات الرسمية في العراق أو أحد المقربين من الفنان العراقي الكبير إحسان دعدوشة. كما أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا هذه الأنباء أشاروا إلى أن سبب الوفاة فيروس كورونا المستجدة استدعت دخوله إلى المستشفى، مما أصاب عدد كبير من العراقيين ومحب الفنان الكبير إحسان دعدوشة بالصدمة والحزن الكبير عليها. ولكن بالبحث تبين أن هذا الخبر شائع. أعلنت الفنانة آلاء حسين عن إصابة الفنان العراقي إحسان دعدوشة بفيروس كورونا المستجدة الذي انتشر مؤخرا في العالم أجمع وتسبب في إصابة الملايين ووفاة مئات الآلاف. ونشرت الفنانة آلاء حسين عبر إنستغرام صورة لدعدوشة وعلقت عليها: زميلنا الحبيب المبدع مصاب بكورونا وبحاجة لطبيب يتابع الحالة وعلى النفقة الخاصة كونه محجور منزليا ويرفض الذهاب إلى المستشفى. وعقب إعلان الفنانة آلاء حسين إصابة الفنان العراقي إحسان دعدوشة بفيروس كورونا، عبر الكثير من المتابعين عن حزنهم، حيث قالت إحدى محبيه في تغريدة على تويتر: لا مخوش خبر هذا، يا رب الشفاء العاجل، نهجم بيتج كورونا، رايحة على الرياضيين والفنانين وعايفة العارات. كما انهالت التعليقات على منشور آلاء حسين، فكتب إحدى المتابعين: ما يستاهل الفنان العراقي إحسان دعدوشة. وقال آخر: ألف سلام عليك يا مبدع، ما يستاهل والله ربي يشفيك. ووصل الجمهور دعم الفنان العراقي إحسان دعدوشة بالدعاء والتمني له بالشفاء، حيث قال أحد المتابعين: الله يقومه بالسلامة، فنان محبوب وعراقي أصيل. وكتب آخر: لا إله إلا الله، ما يستاهل أبو الضحكة الحلوة والروح الطيبة، بحق علي وعلى أهل بيته يقوم بالسلامة. وفاجأ الفنان العراقي إحسان دعدوش جمهوره بالظهور للمرة الأولى برفقة الطاقم الطبي المعالج له، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الفنان العراقي إحسان دعدوش في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: شكرا للجيش الأبيض لإنقاذ أرواح الناس من هذا الفيروس اللعين. وأضاف الفنان العراقي: أنا ما أتمنى تشوفوني بهذه الحالة، ولكن أمر الله، وإن شاء الله أتم الشفاء بدعائكم وسؤالكم عني. وظهر الفنان العراقي إحسان دعدوش برفقة الطاقم الطبي في منزله مرتديا الكمامة، وذلك بعدما رفض الذهاب للمستشفى عقب ظهور أعراض الفيروس عليه. وتفاعل الكثير من محبي إحسان دعدوش مع خبر إصابته بالفيروس متمنيين له الشفاء العاجل، حيث قال أحد متابعيه: يا من أضحكتنا كثيرا ورسمت على وجوهنا الابتسامة طويلا، الآن واجب علينا الدعاء له، إنه المحبوب إحسان دعدوش ودعوة الغريب مستجابة. وقال آخر: دعواكم للفنان العراقي صاحب البسمة الحلوة إحسان دعدوش مصاب بالكورونا، ندعو من الله أن يشفيه ويشفي جميع المرضى. ونشر متابع آخر الفيديو وعلق عليها: الفنان الكبير إحسان دعدوش شفاه الله وعافاه، يلقي التحية ويطلب الدعاء له: اللهم اشفي عبدك وكل مصاب بهذا الوباء الفتاك، اللهم أمين. وكان إحسان دعدوش حرص على دعم الفنانة العراقية فوزية حسن بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالدعاء لها، حيث قال عبر صفحته فيسبوك: اللهم إني أسألك من عظيم لطفك،
مبكرة مكة أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، اللهم إنك على كل شيء قدير. وتابع الفنان العراقي إحسان دعدوش الشفاء العاجل للفنانة القديرة فوزية حسن، وذلك لإصابتها بفيروس كورونا. دعواتنا لها بالشفاء العاجل بإذن الله، والشفاء لكل المرضى والمصابين، وتقديم لهم كل الاهتمام والرعاية. وتخرج إحسان دعدوش من معهد الفنون الجميلة عام 1989، وانضم إلى فرقة شهرزاد للفنان الراحل راسم الجميلي، الذي يعد صاحب الفضل بدخوله إلى عالم الفن. وبداياته كانت مع مسرحية فضائح بالمزاد ومسرحية الإمبراطور وسعيد. ويعد إحسان دعدوش أحد ممثلي برنامج كاركتير وبرامج أخرى كثيرة، استطاع أن يأخذ مكانه وسط الفنانين الكوميديين العراقيين بجدارة. كما إنه ولد في بغداد، وهو متزوج وله 5 أولاد، 4 بنات وولد واحد.